أقولها للجميع بأن رواتب شهدائنا وأسرانا وجرحانا خط أحمر. يحاولون بكل الوسائل ويضغطون بكل الوسائل ولا زالوا يضغطون إنه هذا لا يجوز أن تدفعوه، ولو أدى إلى أن يخصموا أموالنا التي عندهم، يخصموا منها المبلغ الذي ندفعه للشهداء. قلنا هذا خط أحمر ولن نسمح. منذ عام 65 إلى يومنا هذا، هذا الأمر بالنسبة لنا أمر مقدس. الشهداء وعائلاتهم مقدسون، الجرحى الأسرى كلهم يجب أن ندفع لهم، لو بقي عنا قرش واحد هو لهم وليس للأحياء.